بدأت مرحلة الصمت الدعائي التي يتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. ويستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في روية ودونما تأثير دعائي على إرادته. وتنطلق عملية التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدى 3 أيام.